يتوقع العلماء حسب السير ديال سرعات الشمس ديالنا انه في المستقبل، كنقصد بالمستقبل مليارات السنين، ملي غتبدا الشمس باش انها يتوقف الاجل ديالها غيكون الشكل ديالها بحال هكا، وهذا هو المنظر اللي غادي تشوف على الارض الا بقيتي حي. وعلى هذا الحساب غنتخيلوا واحد السيناريو اللي كيوقع لنجوم اخرى، انه يوقع للشمس ديالنا انها تحول الى نجم ازرق. قبل ما نبدا هذا الفيديو خاصك تفهم انه النجوم علاش كتبدل اللون ديالها، علاش في الكون كاين نجوم اللي هي حمراء بيضاء زرقاء، علاش هذا الاختلاف في الالوان؟ الجواب هو حسب درجه حراره النجم، حسب اللون اللي غتشوفوا عليه. النجم فاش كيبدا بدرجه الحراره المنخفضه كيكون اللون ديالو احمر، ثم كيتحول لصفر، كيعبر الابيض، حتى كيوصل الازرق والبنفسجي. ملي كيوصل النجم للمرحله ديال انه يولي ازرق او بنفسجي، فعلم انه في اقصى درجات الحراره ديالو. فالسؤال اللي غنطرحه اليوم، اشنو غيوقع الى الشمس دارت ميزاجوغ فجأة ورجعات في المرحلة الزرقاء؟ مثل اي ضوء مرئي يحتوي ضوء الشمس على جميع الالوان ديال قوس قزح، وكما قلت لك المعيار هو مدى حرارة النجم، هو كيفاش غتشوف اللون ديالو. كتبلغ الحرارة ديال ابرد نجم في الكون 1750 درجة مئوية، وهذا النجم هذا كينبعث منه الضوء الاحمر، في حين ان اكثر النجوم سخونة في الكون كتكون عندها درجة حرارة كتزيد على 40000 درجة مئوية وكتبان زرقاء للغاية. الشمس ديالنا كتبلغ درجة الحرارة ديالها في السطح 6000 درجة مئوية، ولهذا فهي تبعت كميات متساوية تقريبا من الأطوال الموجية الزرقاء والحمراء. ولهذا إلى طلعتي للفضاء وشفتي الشمس غتشوفها باللون الأبيض. ويلي، هل الشمس ماشي صفراء؟ لا ماشي صفراء، اللون الشمس الحقيقي في الفضاء هو أبيض، وكتبان لك في الأرض باللون الأصفر بسبب الغلاف الجوي اللي هو غني بالنيتروجين. ولهذا فإن الضوء الأحمر والضوء الأصفر عندهم أطوال موجية اللي طويلة بزاف، ولهذا يمكنهما الوصول إلى عينيك بشكل أسهل. الضوء الأزرق عنده طول موجي أقصر وكيتشتت بزاف، مما يعطينا السماء لونها أزرق. إذا كانت الشمس ديالنا نجمة زرقاء، ما عمرك غادي تشوف الغروب بهذا الشكل البرتقالي المذهل مرة أخرى، ثم غتعرض للقلي بالمعنى الحرفي. يعني أشهر النجوم الزرقاء هو رايجل، الحرارة ديالو كتبلغ 11000 درجة مئوية، وهي تقريبا ضعف درجة الحرارة ديال الشمس ديالنا. ورغم هذا فإن رايجل كينبعث منه ما لا يقل عن 40000 مرة من الطاقة اللي كتجينا من الشمس. أما قطر رايجل كيبلغ 79 مرة القطر ديال الشمس ديالنا. الشمس ديالنا مجرد نملة قدام هذا النجم. إلا كانت الشمس بالحجم ديال رايجل كانت غتبتلع وتطارد على الفور، وهذا غيخلف ارتفاع درجة الحرارة على الأرض. إلا الشمس ديالنا بلغات لهاد الحد ديال الطيف الأعلى من طيف النجوم الزرقاء، فإنها غتكون مثل إيتا كاريني بدرجة حرارة سطح كتبلغ 45000 درجة مئوية. هذا النجم هو أكثر سخونة من الشمس ديالنا بستة المرات، لكن الغريب والمذهل أن إيتا كاريني كيبعت طاقة أكثر بمليون مرة من الشمس ديالنا. إلا كانت الشمس ديالنا بهاد الحرارة غتكون ساطعة بخمسة الملايين مرة من السطوع ديال الوقت الحالي. أما الإطلاقات العنيفة ديال البلازما ديالها غتحرق الكوكب ديالنا في بلاص، ثم غتغمرنا شيئا فشيئا بالأشعة الفوق بنفسجية. There is no way ديك الساعة أنك تنجى من هاد الحرارة. إلا خرجتي لي ثانية واحدة في هاد الحرارة راه بحال إلا دخلتي الفران مشتعل. الشمس الزرقاء غادي تحرق جميع الأنسجة اللي كاينة في الجسم ديالك وغتحول إلى رماد. نتخيلوا أن الجسم ديالك شديد المقاومة لهاد درجة الحرارة. الإشكال ماشي هنا، الإشكال في الكمية الهائلة من الأشعة فوق البنفسجية اللي غيعطيك جميع أنواع الدمار بالجسم ديالك، الشيء اللي غيتسبب في تجاعد البشرة ديالك والتقدم ديالك في السن والإصابة بالسرطان سيغ بلاص. مجال الرؤية غيولي مرعود وضبابي بحال اللي فيك الدوخة، غتصاب بحروق شمسية. وفين؟ في العينين ديالك. الأشعة فوق البنفسجية صعيبة عشيري، غتنعدم عليك مجال الرؤية وغتحمر لك عينيك مزيان وغيضرك، غتصاب بما يسمى العمى الثلجي بالإضافة لفقدان البصر ديالك والسرطان. هذا الضوء الأزرق اللي غيولي في الشمس ما عمرو غيخليك تنعس. الضوء الأزرق كيقمع مستويات الميلاتونين لديك مع وجود كثير من الضوء الأزرق، ونقص حاد في هذا الهرمون ما عمرك تعرف تنعس. وقلة النوم يمكنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وبعض الأحيان السكري وحتى الفشل القلبي. الأرض ملي غترجع
اللون الازرق غيتاثر البشر مزيان. وطبعا حتى المجال البيئي النباتات غادي تنمو بحجم اصغر واكثر سمكا والوان داكنه جدا. وهذا الضوء الازرق العالي الكثافه غيخلي الازهار انها تزدهر لانها كتحتاج عاده 12 ساعه بضوء الشمس الحالي. اما النباتات الاخرى التي لا تحب الكثير من ضوء الشمس غتموت على الفور. بون غيبقى لك الخص اللي قدرتي تاكلو يعني ما كيتاثرش بالشمس. والبطاطا كذلك. ولكن الشمس ديالنا الى ولات الكتله ديالها بحال ايتاكاريوني غتكون عندك مشاكل اكبر من هادشي، لان الكثافه ديال الشمس لان جديده غتعطل النظام الشمسي بالكامل. غتكتفي بالنظر الى انه الشمس ديالنا بهذا السيستم الجديد تبتلي جميع الكواكب. وبالنهايه لا حصلت الارض على واحد المصير جديد. مثلا نفترضوا انها هربت من هذا الاكل، غتبتعد الارض وغيتجمد كل شيء في السطح ديالها بحال اللي شرحت لك في الفيديو ديال الارض بدون شمس. ومن تبعات الارض مزيان وتقلب على شي نجم اخر اللي تدور عليه، الشمس ديالنا بهذا النظام الجديد غدير واحد السوبر نوفا مذهله اللي غتسالي بها الحفله.